اهلا بيكم معانا في تاني حلقه من حلقات اكاديميه اي يو سي التعليميه. الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا كنا بنتكلم عن موضوع ازاي اختار كاميرا مراقبه مناسبه ليا او اعرف احتياجاتي ازاي لو انا نازله اشتري كاميرا مراقبه. والبشمهندس وليد عمل لنا فيديو رائع المره اللي فاتت غطى فيه النقط دي وقال لنا ايه الفرق بين الكاميرا الاي بي والاتش دي. النهارده عايزين نساله سؤال. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. عايزين نسال حضرتك، انا بسمع كتير قوي كلمه الكاميرا دي 3 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل. ايه الميجا بكسل؟ انا مش قادره افهم. وانا كواحده نازله اشتري كاميرا، هل الريزوليوشن بتاع الكاميرا ك3 او 5 او 8 ميجا بكسل يفرق معايا انا كعميله في ايه؟ وازاي يعني احدد احتياجاتي ايه؟ طبعا احنا كلنا كمستخدمين زي ما اتفقت المره اللي فاتت معاكم ان احنا لازم نستوعب احنا بنشتري ايه، وده اساسا هو الهدف اللي احنا بنتكلم عليه، ان انا ما اشتريش حاجه انا مش محتاجها او اشتري حاجه كان ممكن احتاجها اوفر كواليفايد عليها. مظبوط. او كمان ممكن اقل، ممكن اشتري حاجه ملهاش لازمه خالص، مش اوفر كواليفايد، ملهاش اي لازمه اساسا في الموضوع. طيب احنا عشان نتكلم في الكاميرات في حاجات معينه جدا لازم نحطها تحت اختبار. اهم حاجه في الكاميرا هي الدقه او ريزوليوشن. هما جم يحسبوا الكاميرات، الكاميرات كانت بتتعمل زمان بطريقه معينه بحيث ان هي الضوء بيقع على خليه جوه الكاميرا، والخليه دي متقسمه لنقط صغيره كده، كلنا واحنا صغيرين كده عملناها كلعبه، كنا نجيب صوره كده، نفكر صوره كده ونعملها نقط، وبعدين ناخد نفس النقط دي ننقلها على مكان تاني، المكان التاني دوت بنفس النقط ديت بيبقى النفس بيعمل كوبي من الصوره. اللي بيحصل دلوقتي في الكاميرات نفس الطريقه دي، ان انا بعمل نقطه على شاشه معينه جوه الكاميرا اللي هي بيسموها السي سي دي او السيموس، دي جزء جوه الكاميرا بيستقبل الاضاءه ويحول الاضاءه دي الى صوره. اللي بيحصل ان كل ما بتقع نقطه على الاضاءه ديت على الشاشه ديت او على السي سي دي دوت او على السيموس دوت بتتحول الى نقطه سوداء او نقطه فاضيه، وبالتالي الشكل بيتكون عباره عن اكني بكون مجموعه من النقط جنب بعض وجنب بعض، وكل من النقط دي تقرب من بعض انا عيني ما بشوفش الفرق. حتى بنقول في الشغل ده الصوره دي مكسره، احنا بنتكلم مع بعض بيقول لك الصوره دي مكسره. يعني ايه مكسره؟ يعني النقط اللي بتاعت بتكون الشاشه ديت الصوره ديت بعيده عن بعض او كبيره قوي، وبالتالي كل ما النقط دي تصغر كل ما الدقه تبقى احسن والصوره اوضح والكيرفات تبقى افضل في الصوره اللي بنتكلم عليها. كل ما النقط دي تبعد عن بعض كل ما الصوره دي اللغه المحليه بتاعتهم بتبكسل، يعني الصوره يبان فيها كني عامل بكتب بالقلم سنه تخين شويه. الصوره يكون تانية صوره سن رفيع شويه. فالصوره اللي طالعه فيها 5 ميجا بكسل معناها قسمت الشاشه دي ل 5 مليون نقطه. وبالتالي كل نقطه تديني احداثيات في الرسمه بتاعتي. طيب لو نفس الشاشه دي انا قسمتها ل 2 مليون نقطه، نفس الشاشه دي قسمتها مليون نقطه، نفس الشاشه دي قسمتها ب 12 مليون نقطه، يبقى انا كده فهمت ان الشاشه دي كل ما تقسم اكتر كل ما اقدر اتحكم في شكل الصوره وحدتها والكيرفات اللي تطلع فيها بتطلع بشكل افضل. طيب ده يفيدني في ايه؟ واحد يقول لي طب حلو قوي، انا اخذت صوره جميله جدا 5 ميجا بكسل من 12 ميجا بكسل، انا كعين بشريه مش عارف افرق بينهم. مظبوط، ده السؤال اللي سالته حضرتك. انا كعميله نازله اشتري دلوقتي يعني لو دخلت محل واللي بيبيع شغال لي ال 5 ميجا بكسل وجنبها ال 8 وانا ما حسيتش بفرق، بالظبط كده احكم ازاي على الموضوع؟ العين البشريه مش هتعرف تجيب له ال 2 ميجا بكسل، يعني انت اديت صور انا عاملها ب 5 ميجا وصور عاملها ب 12 ميجا بكسل، انا كعين بشريه مش حاسس باي فرق. تمام. طب هدفع فلوس دي ليه بقى؟ ده السؤال بقى المهم قوي، ده اهم موضوع في القصه دي كلها. انا بدفع فلوس عشان التسجيل. انا لما بسجل الصوره دي بسجلها بدقه 12 ميجا بكسل، يبقى عندي كميه ديتيلز عيني مش شايفاها بس الكمبيوتر محتفظ بيها. طيب انا استفدت ايه بيها؟ ايه بقى؟ باخد جزء من الصوره واكبره. الصوره كل ما تكون ال 5 ميجا ال 12 ال 5 ميجا بكسل دي باخد منها جزء خلاص مليان تفاصيل اقدر افرده واقدر استرجع التفاصيل. بمعنى ايه؟ انا باخد صوره لمدخل مدخل البنك في 10 انفار جوه الصوره دي وشوش جوه الصوره دي. لو جيت افوكس على وش واحد منهم هضطر افرد الصوره افردها كاني بكبرها. لو الصوره دي مش مليانه ديتيلز
خلاص انا بقول كده حتى بشبهها كده للناس اللي هي بتبقى مش مستوعب زي عجينه راجل بيعمل عجينه البيتزا. لو الراجل دوت العجينه دي تخينه قوي ممكن يقدر يفردها فرده كبيره قوي وتطلع منها مساحه كبيره قوي، لكن العجينه دي لو رفيعه بعد ما افردها ما تقدرش افردها تاني. ليه؟ ان كل التفاصيل اللي جوه الصوره دي راحت. نفس الفكره بالنسبه للكاميرات والميجا بكسل. انا لو عندي في 5 ميجا بكسل اكني عندي العجينه تخينه اقدر افردها، اقدر اخد منها مساحه كبيره قوي من الصوره اقدر اتفرج عليها. يعني انا لو عندي بنتكلم كده عندي صوره للبنك مدخل البنك في 10 تلفونات وعايز في واحد حسيت اني شاكك فيه الراجل دوت عايز اجيبه، اقدر اروح مكبر الصوره على وش الراجل دوت اقدر اشوف وشه بالظبط عامل ازاي. لو انا عندي الصوره دي معموله بتخدم 2 ميجا بكسل او 1 ميجا بكسل ما اجي اكبره الاقي وشه بدا يختفي. ليه؟ لان لو بكبر الصوره السمك بتاع البكسل بيقل، الصوره كلها 5 ميجا بكسل لكن ما اجي اخد منها جزء من الصوره دي بقى الجزء ده بقى نص او بقى واحد بتقل، لان الصوره دي الجزء الوش ده واخد جزء من التفاصيل ال 5 ميجا مش كلهم. فلما اجي اقفل ال 5 ميجا بكسل دي واكبر الوش دوت الخمسه دي بالظبط زي فكره عجينه البيتزا بترق معايا، فالتفاصيل عماله تقل 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 تقل. فبالتالي لو انا عندي بالاول 12 ميجا بكسل فالعجينه بتاعتي تخين قوي، فما اقعد افردها اشوف تفاصيل اكتر اكتر في ال 5 ميجا بكسل. لو عندي 5 ميجا بكسل اقدر اتفرج على تفاصيل اقل طبعا من 12 بس واضحه بالنسبه لي قوي. ده يتوقف على حجم الصوره اللي انا بتكلم عليها. يبقى الريزوليوشن ده بيساعدني امتى؟ مش انا اتفرج على صوره حلوه. الهدف من السكيورتي يا جماعه مش هتفرج على ما اعملش فيلم سينما. الهدف من السكيورتي ان لما يحصل مشكله اعرف ارجع لها. مش انا قاعد اتفرج على الكاميرات والله شكل القميص ده عاجبني وشكل الشخص شكله جميل قوي. ده مش الهدف من السكيورتي، مش هدف ان انا ابص على شكل حلو. انا مش داخل فيلم سينما. انا هدفي ان انا لما تحصل مصيبه او كارثه اقدر استرجع كل معلومه بدقه كافيه تخليني اوصل الهدف اللي بركب منه النظام الامني، صح؟ فاحنا بالتالي كل ما بعلي الميجا بكسل بتاعي كل ما اقدر استرجع معلومات اكتر واكبر تفاصيل اكتر جوه الصوره وبالتالي انا بستثمر في الريزوليوشن. طيب انت بتستخدمي حسب احتياجاتك زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. انا بتفرج على ايه؟ بتفرج على موظف عندي، بتفرج على جاري، انا في بنك، انا في سجن، براقب البيت، براقب مكتبي، اعمل ايه؟ طيب جزء كمان لو انا بتفرج احنا على المنظر من بعيد غير ما اتفرج عليه من قريب برضه بيأثر في دقه الصوره، وبالتالي انا عايز اجيب صوره بعيده قوي غير ما اجيب صوره قريبه قوي، غير ما اتفرج على حاجه من بعيد. زي احنا كلنا شفنا التجربه دي لو انت طلعت في طياره او طلعت في برج بتشوف صوره كبيره قوي بس التفاصيل بتقل، صح؟ قصد حضرتك ان لو ام عاديه بتراقب الجاردن بتاعتها مع يعني مجرد ان هي عايز تشوف ولادها تطمن ان هم قاعدين او تطمن ان هم في الاريا ما طلعوا، فده يختلف تماما عن بالزبط. لو في فرد سكيورتي تفاصيل وش ولادها هي عايز تشوف بس ولادها عارفه مين اللي قاعد وهي محتاجه تبقى مطمنه ان هم بيتحركوا. فكده غير طبعا لو غير لو فرد امن مثلا قصد حضرتك بيراقب مدخل جراج فجي شخص عمل مصيبه جنب عربيه فهو عايز يتعرف على ملامحه او تفاصيل وش او رقم العربيه. مظبوط قصد حضرتك كده. مظبوط انا فاهمه صح بالظبط كده. فبالتالي الام اللي بتتفرج على اولادها حافظاهم مش عارف تعرف وش هتجيب. ف 5 ميجا كتير قوي جدا، 12 ميجا رقم خرافي، لكن انا لو بنك وبيجي لي عملاء 50 عميل داخلين في نفس اللقطه فانا عايز اتعرف على الشخص اللي واقف. جزء صغير كمان برضه بنضيفه للقصه دي عشان نتكلم في موضوع الريزولوشن، اللي بيتحكم كمان في الريزولوشن جنب الكاميرا العدسه. انا عندي العدسات بتاعت الكاميرا دي جزء مهم جدا من الصوره، ان انا كل ما بركب العدسه بتختلف من مثلا 2.8 ملم لغايه 50 و60 ملم اقدر اتفرج على الصوره البعيده والقريبه. فانا ممكن نقول مثلا فرضا ساعات يبقى عندي ظروف ان انا عايز اتفرج على حاجه بدقه عاليه قوي لحاجه بعيده. كلنا استخدمنا المنظار بتاع الرؤية تعمل ايه بعد احرك في العدسه بحيث ان كل العدسه تبقى اعلى في المليمتر او فوق او البعد البؤري بتاعها او فوق اللينس بتاعها ان انا اقدر اشوف حاجات ابعد لكن اصغر. بمعنى ايه؟ انا ممكن اجيب صوره اتفرج فيها مثلا على مبنى بعيد قوي خلاص؟ لو انا شايفه بعينيا المجرده هشوف المبنى عباره عن جزء صغير قوي من الصوره وبالتالي الريزولوشن بتاع الصوره دوت بقى واحد على 10 مثلا من الصوره الكليه فهو خد جزء من الريزولوشن. لكن انا لو حطيت عدسه اكبر هشوف المبنى دوت اكنه واخد 60 او 70% من نفس الصوره وبالتالي فخدت 70 و60 او 100 من الريزوليوشن بتاع الصوره. يبقى انا اقدر اتحكم كمان في دقه الصوره عن طريق العدسه. فالعدسه مع الريزوليوشن يدوني حل كامل لاي مشكله عندي في دقه الصوره.
ولو في اي حاجه برده مش مفهومه استفساراتكم واحنا هنرد عليكم بشكل محترف. واتمنى لكم اللايك شونس على المعلومات الكافيه الوافيه دي. هي معلومات جديده ونتمنى تكونوا استفدتوا معانا ان شاء الله. من الحلقه اللي جايه هنحط لكم خط ساخن تتصلوا عليه. ما تترددوش بليز ان انتوا تتصلوا، زي ما هكرر كل حلقه واقول النقد الايجابي والسلبي. شكرا.